السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعادنا النهاردة مع فيديو مهم جدا للناس اللي عندها مشكلة في عرق النساء أو التهاب في عرق النساء. هنتعرف النهاردة على مجموعة من التمارين المهمة جدا اللي عن طريقها ممكن تخفف آلام عرق النساء أو ممكن تعالج التهاب عرق النساء. خليكم معانا في الفيديو المهم ده، هيفيدكم كتير جدا. تابعونا هنتعرف على مجموعة من التمارين العلاجية اللي خاصة بالتهاب عرق النساء. لو حبينا نعرف عرق النساء، هو مصطلح عام يستخدم لشرح مجموعة من الأعراض حول التهاب العصب الوركي، اللي هو العصب اللي موجود في خلف الورك، ويشير إلى الألم الناتج عن الضغط أو التهيج أو التهاب هذا العصب اللي يعتبر أكبر عصب موجود في الجسم، وبيخرج من أسفل العمود الفقري ويخرج من الحوض إلى خلف الورك. طبعا هناك أسباب كتير جدا ممكن تسبب حدوث التهاب عرق النساء. لو حبينا نعرف الأسباب اللي بتؤدي إلى التهاب عرق النساء، منها أسباب كتيرة زي مثلا الضغط على عرق النساء عن طريق الغضروف اللي بيخرج من ما بين الفقرات. لما بيحصل انزلاق غضروفي بيحصل ضغط على العصب الوركي وبالتالي يسبب التهاب في عرق النساء، أو نتيجة الجلوس لمدة طويلة على أماكن ناشفة أو على أشياء قاسية بحيث إن هو تضغط على العصب، أو يحصل التهاب للعصب نتيجة التعرض لتيارات برودة أو حرارة مختلفة فيحصل التهاب في عرق النساء. يعني إن لو حصل التهاب في جذور الأعصاب في أسفل الظهر نتيجة التضيق أو الانقراص أو الضغط على العصب نفسه، أو نتيجة انزلاق غضروفي أو تضيق العمود الفقري أو غيرها من اضطرابات أسفل الظهر، كل ده يؤدي إلى التهاب في العصب الوركي اللي بيمتد من أسفل الظهر من خلال الجزء الخلفي من كل ساق، بيتفرع بعد ذلك إلى أجزاء من الساق والقدم وأصابع القدم. لو حبينا نعالج عرق النساء عن طريق بعض التمارين المهمة اللي هنتعرف عليها دلوقتي، لازم نعرف قبل ما نتعرف على التمارين ديت زي ما قلنا الأسباب، ونتعرف دلوقتي على وصف التمارين المحددة ديت اللي عن طريقها نقدر نعالج ونقلل التهاب عرق النساء ونخفف الآلام اللي بتحصل عن طريق هذا الالتهاب. لأن التهاب عرق النساء ممكن الألم بتاعه ممكن يكون في خلف المقعدة فقط، ممكن يكون خلف الساق فقط، ممكن ياخد الرجل كلها من الخلف، ممكن يكون ألمه ممتد من أسفل الظهر حتى الأصبع الصغير. يعني الأعراض بتاعته بتختلف من شخص للتاني على حسب مكان الضغط، على حسب حالة المريض، على حسب شدة الالتهاب، على حسب أشياء كتير جدا. عن طريقة بتقدر تحدد الالتهاب عرق النساء ده يؤدي الى الاعراض ايه. في بعض الاحيان بيكون الالتهاب في الجزء من العصب اللي هو تحت الايه، تحت الركبه. التمرين المهم اللي هنتعرف عليها هو تمرين التمديد. ده تمديد المريض بيستلقي على بطنه تماما، وبعدين يبدا يركز على الكوعين ويخلي الوركين على الارض، ويبدا يرفع بجسمه لاعلى، بجسمه العلوي اللي هو عن طريق الصدر الى اعلى، وينتظر في الوضعيه دي حوالي 5 ثواني تدريجيا للوصول إلى 30 ثانية. ممكن يكرر التمرين ده 10 مرات زي ما احنا شايفين في الصورة بالظبط كده. في تمارين تقوية عضلات الظهر عن طريق إن الشخص بينام على بطنه ويشبك يديه في الخلف ويرفع راسه وصدره قليلا لأعلى. يبدأ المريض بالتمرين ده لمدة 5 ثواني ويعمل تدريجيا عشان يوصل إلى 20 ثانية، ويتكرر من 8 إلى 10 مرات. ده التمرين مهم جدا لتقوية عضلات الظهر زي ما احنا شايفين في الصورة كده. في وضعية تانية اللي هي وضعية الانبطاح أو وضعية النوم ورفع الذراع والساق المعاكس. يعني بينام على بطنه، يبدأ يرفع ايده اليمين ورجله الشمال وينتظر 5 ثواني، وبعدين يكرر الموضوع ده 8 إلى 10 مرات، وبعدين يعمل الموضوع في الاتجاه العكسي زي ما احنا شايفين كده. من التمارين المهمة لالتهاب عرق النساء الناتج عن تضيق العمود الفقري هيكون زي ما احنا قلنا سبب الألم ممكن يكون نتيجة تهيج الأعصاب نتيجة ضيق في العمود الفقري أو ضغط على الأعصاب نتيجة خروج الغضروف من ما بين الفقرات ويضغط على العصب الوركي أسفل الساق أثناء المشي مع انخفاض الألم الوركي عند الجلوس. أول تمرين هو تني الظهر. التمرين ده مهم جدا. الشخص بيستلقي على الظهر، نايم على ظهره، ويسحب الراس بلطف إلى الصدر، يحاول يرفع وسطه العلوي وينام، بيحاول يتني ركبته زاوية 90 زي ما احنا شايفين، ويحاول يثبت ايديه الاتنين على صدره ويرفع بصدره الى اعلى، ويحاول بلطف يحرك رأسه الى صدره حتى يشعر المريض
بامتداد مريح والعودة ببطء إلى الوضع البداية بعد 30 ثانية. ممكن يكرر الموضوع ده من 5 إلى 10 مرات. في تمرين تقوية عضلات البطن السفلية. تمرين تقوية عضلات البطن السفلية ده مهم جدا. الشخص بينام على ظهره ويحاول يضغط على أسفل الظهر نتيجة من خلال تشديد عضلات أسفل البطن وسحب السرة للداخل والبقاء لمدة 10 ثواني، وتسمى الميل الحوضي. التمارين دي مهمة جدا لعرق النساء، بتجعل بالضرورة المريض مع عرق النساء اللي بيعاني من تضيق في العمود الفقري. تمارين عرق النساء بسبب تنكس القرص. يعني ايه تنكس القرص؟ يعني نتيجة وجود احتكاك ما بين الفقرات او احتكاك في الفقرات وتضغط على العصب. التمارين دي مهمة جدا، وهدفها من التمارين دي هي تقوية العضلات بحيث تخفف الضغط على القرص، وبالتالي تخفيف الألم الناتج عن عرق النساء ومنع المزيد من الضرر. في تمارين أثناء الاستلقاء على الظهر، وفي تمارين أثناء الاستلقاء على الأرض وتاني الركبتين. في أنا أتكلم دلوقتي عن أول شيء اللي هو تمارين عرق النساء بسبب تنكس القرص أثناء الاستلقاء على الظهر، زي التمرين اللي احنا شايفينه ده. استلقي على الظهر، نام على ظهرك وتتني الركبتين قليلا ويدك بجانب، تحاول خلي الإيدين بجانبك، وشد عضلات المعدة، تشد عضلات المعدة وببطء ارفع الساقين بالتبادل، ترفع اليمين وترفع وبعد كده تنتظر، وبعدين تنزل، وبعدين ترفع الشمال وتنتظر، وهكذا وكأنك بتمشي في الهواء. كرر ده حوالي 10 مرات. برضو من وضعية النوم على الأرض، من وضع الاستلقاء على الأرض اتني ركبتين ثم ارفع ببطء الأرداف من الأرض مع تثبيت القدمين على الأرض، وانتظر لمدة 8 ثواني إلى 10 ثواني ثم عد ببطء إلى وضع البداية. يعني بتنام على ظهرك زي ما انت شايف كده، بتثبت ايديك جنبك، بتثبت القدم، تتني الركبتين حوالي 90 درجة، وبعدين بتحاول ترفع الأرداف من على الأرض مع تثبيت الإيدين على الأرض وتثبيت القدم على الأرض، وتنتظر من 5 إلى 10 ثواني، وتكرر الموضوع ده حوالي 10 مرات. في تمرين عرق النساء بسبب تنكس القرص أثناء الاستلقاء على البطن. التمرين ده برضو مهم جدا. بترفع تنام على بطنك، بترفع ساق واحدة إلى الخلف والركبة متنية قليلا، وانتظر لمدة 4 إلى 6 ثواني، وعد ببطء إلى وضع البداية، ثم ترجع لوضع البداية ببطء شديد. من وضعية برضو الاستلقاء على البطن، ارفع أحد اليدين مع القدم المعاكسة وانتظر 5 ثواني. كرر قدر الإمكان. ممكن تكرر التمرين ده من 5 إلى 10 مرات. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن مجموعة من التمرين المهمة جدا، اللي هي عن طريقها ممكن تخفف مشاكل وألام التهاب عرق النساء، واتكلمنا عن تمرين التمدد وتمرين تقوية عضلات الظهر، وتعرفنا على التمرين عرق النساء اللي نتج عن تضييق العمود الفقري اللي هي تني الظهر وتقوية عضلات البطن السفلية، وتعرفنا على تمرين عرق النساء نتج عن تنكس القرص. فيها 3 تمارين، تمرينين أثناء الاستلقاء على ظهرك، في تمرين أثناء الاستلقاء على البطن. كده نكون احنا انتهينا من الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وافادكم. لو حابب تتفرج على تمارين تانية خاصة بمشاكل اخرى زي تمارين الرقبة، تمارين اسفل الظهر، تمارين الكتف، في تمارين كتيرة جدا مهمة، تمارين الحوض، كل ده هتلاقيه موجود في الروابط في وصف الفيديو تحت الفيديو. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، نتمنى ليكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.